السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبتدي في موضوع هام في مادة استخدام الحاسب الآلي في المستشفيات لطلبة التعليم المفتوح. المحاضرة الأولانية بعنوان مقدمة عن الحاسب الآلي. الأول عاوز أعرف ما هو الكمبيوتر. الكمبيوتر هو آلة حاسبة إلكترونية بتستقبل البيانات ثم تقوم عن طريق الاستعانة ببرنامج معين، بتقوم بعملية تشغيل هذه البيانات وصولا للنتائج المطلوبة. طب البرنامج المعين اللي هو هيشغل البيانات ده ايه هو؟ البرنامج ده هو مجموعة تعليمات للحاسب الآلي بتوضح خطوات حل المشكلة المراد حلها على الحاسب. طب هل الحاسب مر بمراحل تطور؟ فعلا الحاسبات كلها مرت بعدة مراحل. الجيل الأول اللي هو من عام 1944 إلى عام 1959، والحاسبات في هذا الوقت كانت بتعتمد على حاجة اسمها الصمامات المفرغة، اللي كانت بتستهلك كميات كبيرة من الحرارة، وكانت بتحتاج لمبردات هواء قوية، وكان الحاسبات في هذا الجيل كبيرة الحجم وثقيلة الوزن وبطيئة جدا. طب في عام بقى 1960 ظهر الجيل الثاني واللي هو استمر لغاية 1963، وكانت الحاسبات في الوقت ده بتعتمد على الترانزستور بدلا من الصمامات المفرغة. والترانزستور هو بيبقى أصغر حجم من الصمامات، بيطلع حرارة أقل، وحجم الحاسب كان أقل حجم وأخف وزن وأكثر سرعة، وأكثر كمان قدرة على تخزين حجم أكبر من البيانات. بعد الجيل ده ظهر الجيل الثالث اللي هو من 1964 إلى 1970، وكان بيعتمد على الآي سي أو الدوائر المتكاملة بدلا من الترانزستور، وتعتبر أصغر حجم من الترانزستور، بتطلع حرارة برضو أقل، وحجم الحاسب كان أقل في الحجم عن حاسبات الجيل الثاني، وأخف وزن وأكثر سرعة وأكثر قدرة كمان على تخزين البيانات. وفي الجيل ده ظهرت الشرائط والأقراص الممغنطة. طب في الجيل بقى من الجيل الرابع اللي هو من 1971 حتى الآن تقريبا، الجيل ده بيتميز بإيه؟ بيتميز بظهور وحدات الاتصال عن بعد، ونظام تشغيل ونقل البيانات المباشر، ونظام التشغيل الفوري اللي بيسمح بإدخال البيانات وتخزينها واسترجاعها في نفس الوقت وبسرعة عالية. طب عندي أنواع الحاسبات تنقسم حسب نوع البيانات اللي بيتم إدخالها. ممكن نقسمها إلى حاسبات إلكترونية رقمية، ودي بتعتمد على إدخال البيانات على شكل أرقام، وعندي حاسبات إلكترونية قياسية أنالوج، ودي بتعتمد على إدخال البيانات عن طريق القياس سواء درجة حرارة أو درجة ضغط، وعندي الحاسبات اللي هي الهايبرد اللي هي المختلطة، ودي بتعتمد على إنها بتجمع بين خصائص الحاسبات الرقمية والقياسية، ودي بتستخدم في الفضاء والاستشعار عن بعد. كمان ممكن أقسم الحاسبات حسب الحجم. في عندي المين فريم. المين فريم أو الحاسبات الإطار الرئيسي، دي حاسبات ذات سعة تخزينية عالية جدا وكفاءة عالية، تستخدم في المنشآت الكبيرة كالدوائر الحكومية والجامعات. بيتم ربط الجهاز الرئيسي بمجموعة من الأجهزة الفرعية اللي احنا بنسميها نهايات طرفية. عندي كمان نوع تاني اللي هو البي سي أو البيرسونال كمبيوتر أو الحاسبات الشخصية اللي موجودة عندنا في أغلب منازلنا ومكاتبنا. عندي بعد كده اللي هو الحاجات الكفية أو الحاسبات الكفية، ودي حاسبات صغيرة قد حجم كف اليد، تستخدم لحفظ المواعيد والبيانات الأساسية، وكمان ظهرت أخيرا أجهزة منها متطورة زي الجي بي إس. في حاسبات مدمجة اللي هي بتبقى داخل أجهزة أخرى زي الموجودة في الموبايل وأجهزة الفيديو والطائرات. عاوزين دلوقتي نعرف المكونات الرئيسية للحاسبات الآلية. عندي الإنبوت يونت أو وحدات الإدخال، دي عبارة عن وحدات بتنقل البيانات من الوسط المسجل عليه وبتخزنه في ذاكرة الحاسب، ومن هذه الوحدات لوحة المفاتيح والميكروفون والسكانر أو الماسح الضوئي. عندي كمان وحدات التشغيل المركزية Central Processing Unit أو CPU، دي الوحدة الرئيسية للحاسب، ودي بتحتوي على جميع الإمكانيات الضرورية لتخزين البيانات وتداولها، وتتكون من ثلاث وحدات. أول وحدة اللي هي الميموري أو وحدة التخزين أو الذاكرة اللي بتخزن البيانات اللي احنا عاوزين نعالجها، بتحولها لوحدات تانية أو بتحولها إلى وحدات تانية اللي هي وحدات الحساب والمنطق.
رقم 2 وحدة التحكم والرقابة الآلية اللي بتعمل تنظيم وتنسيق بين وظائف الوحدات المختلفة. رقم 3 وحدة الحساب المنطقي اللي هي بتقوم بأداء العمليات الحسابية الأساسية من جمع وطرح وضرب وقسمة وبأداء العمليات المنطقية اللي هي أكبر وأصغر ويساوي. عندي كمان الـ Output Unit اللي هو وحدات الإخراج، ودي اللي احنا بنستقبل منها النتائج. وعندنا أكبر مثالين على كده اللي هما البرينتر ووحدة العرض المرئية أو الداتا شو. عندي كمان وحدات تخزين مساعدة، دي لو أنا محتاج إن أنا أخزن بكم أكبر، دي زي اللي هو موجودة في الأسطوانات الممغنطة اللي هو فلوبي ديسك والأسطوانات المضغوطة اللي هي سي دي. طب نظم تشغيل الحاسبات، احنا قلنا أي حاسب بيشتغل بنظام تشغيل، فالأوبريشن سيستم بتاعنا لازم نعرف نظام التشغيل هو عبارة عن مجموعة برامج بيعتمد عليها الحاسب في العمل، وتقوم بالتحكم في جميع العمليات التي يقوم بها الحاسب، وتربط أجزاء الحاسب ببعضها البعض، وتساعد المستخدم على استخدام برامج أخرى، زي الأوفيس مثلا. في الغالب طبعا بتقوم شركات صناعة أجزاء الحاسب بتصميم برامج التشغيل لتكون متوافقة مع مكونات الحاسب، زي البروسيسور وكارت الشاشة والماذر بورد وكارت الصوت. طب نظام التشغيل ده أهميته إيه؟ رقم 1 بيتحكم في مصادر البيانات، رقم 2 بيحمل البرمجيات التطبيقية، رقم 3 بيتحكم في وحدة الذاكرة الرئيسية، رقم 4 بيتحكم في وحدات الإدخال والإخراج، رقم 5 بيتصل مع المستخدم، رقم 6 بيكتشف أي أعطال. طب أشكال العروض، أنا لما بشغل نظام التشغيل بيطلع عندي العرض بتاعي بأحد الأشكال التالية، إما عروض خطية أو عروض باستخدام رسوم أو عروض باستخدام قوائم. عروض خطية يعني إيه؟ إن أنا بستخدم هنا لوحة المفاتيح في إدخال أوامر وتعليمات الحاسب، وهي مجموعة من النصوص المكتوبة تظهر على الشاشة، وهذا العرض ظهر في بداية عصر الحاسب واستمر فترة من الزمن، بس بعد كده استبدلوه برسوم أو أيكونز. طبعا هنا الرسوم أو الأيكونز دي تعني استخدام الماوس في إدخال أوامر وتعليمات الحاسب بدلا من لوحة المفاتيح. تظهر أوامر على شاشة الجهاز على شكل قلنا ايكونز او ايكونيك. في كمان العروض باستخدام القوائم وقوائم، وهنا بنستخدم مفاتيح الاسهم في ادخال الاوامر وتعليمات الحاسب، ودايما او يعني جرى العرف ان هو بيستخدم القوائم هنا في شركات الطيران في الحجز وفي العيادات الخاصه.